سبع نجوم. شو ممدوح عم تكتب رسالة؟ يا عزرائيل عريضة. عريضة؟ ليش العريضة؟ مشان يشقونا طريق، بدي اشتري لك سيارة توصلك لهون. معلش يا ممدوح، مندبر حالنا هلا. استقر لي سيارة، بقصد بسكليتة ابو منال، وخدني عليها دورة. لا ما بدنا نستعير غير بسيارة، ما بخليك توصلي لهون، وبكره بتشوفي. لك خلاص جازو انتهى كت. اي طجيت حافري. انت كبير القدر. يلا نسواني تعوقعوا. لا توقيع نسوان على عريضة ما بدي. مشان تكتر التوقيع بتقل قيمتها. كيف؟ لا جن هلا ابو جدعان. ايوه اهلين عم فوق. اهلين ما بدي، خذ العريضه وقعها من اهل الحاره. هلا خلينا الصبح. الصبح ما بتلحق، روح خلص توقيع هلا مشان الصبح من قبل الضوء تقدمها للبلديه. مسيك خلصنا من كلابه، جتنا عرايضه. بونجور مرت عمي. بونجوري. شوفي انتم امبارح وقعتوا عريضة شي؟ وقعنا. انا رجل كرسي، ما حدا بيطلب توقيعي. ما ليك عن بديع، روح خدع. ليش بديع احسن منكم؟ من قبل شقشقت الضو راح وداها على البلدية. رو لك اللحقة بالبلدية وطج توقيعها قبل ما يرفعوها. ليش هو سلمها للديوان؟ راح سلمها مباشرة يد بيد لرئيس البلدية. اروح احيط روح. نقدم اياك انت، انت والعريضة. شو؟ بهدلته. قلة عقل. ليش قلة عقل؟ ايش راح عليك توقيع على سيارة ولا على جمعية؟ مو مهم، المهم ما ضلني على الفضلة، لك حتى أبو طمزي ها وقع، حتى أبو صمتي، ما تصفي غير أنا والنسوان. لك عادي حبيبي عادي، ما حفظت لعمي ممدوح شلون بيشيل ايش وقت بده يشيل؟ لا مو عادي. مو عادي، لأن القصة مقصودة، هن بدهم يهينوني أبو صنفوني مع النسوان. خاطرك وينك هلا؟ مو تفوت لجوا تقعد مثل الطبل، لا من تمك ولا من كمك. غني يعني؟ لا لا تغني. لك شو بدي أحكي؟ احكي الحكي اللي اتفقنا عليه. يا أمي ما بيصير، أنا أصغر واحد بالوفد، بعدين عمو منال هو لازم يحكي لأنه هو الرجال. يخزيت العين، هلا حاسب لي عمك أبو منال الرجال. لك وين صفي؟ دخلت عليكم ما هيك؟ شو شايفتك لابس ومطقوم؟ لكن اللي بده يكون على رأس الوفد لازم يكون لابس طقم. ايه مو انت حبيبي على رأس الوفد. ايه ما بصير حرمة تكون على رأس الوفد. ولا انا على رأس الوفد، هاني اللي على رأس الوفد. ايه شو علاوي؟ خليه يتعلم البيطرة بحمير النوار. ايه يلا شرفوا تعوا. عاوني. شو دخلنا نحنا؟ شو دخلنا؟ انتوا اللي قدمتوا العريضة. اذا قدمنا العريضة بتطالعونا من بيتنا؟ بسبب العريضة تبعك يا ابو جدعان اللي بدهم يفتحوا شارع مشان تمر سيارتك اللي بدك تشتريها رح يشهولنا بيتنا. طالعوا عفيف، ولا ما في غيرنا حدا ساكن بالبيت؟ عفيف غرفته كمان رايحة بالطريق. طالعوا ابو طمزة. هلا انا ومرتي وهاني ومرتو كلياتنا بدك تحشرينا بالوكر تبع ابو طمزي؟ بشكل مؤقت بينما تنحل القصة. هل هذا حكي هاد؟ لكن معقولة انتي معقولة؟ ما بعرف، دبروا حالكم. لك شو دبروا حالكم؟ ما دبروا حالكم؟ عال والله، نحن اصحاب البيت اختي، انتو تدبروا حالكم. هلا طوبوا لك يا للبيت باسمه؟ بيتا بيت جوزا. انطوبت لي ولا ما طوبت لي؟ لك انت شو دخليك؟ انت بصفتك شو عم تحكي؟ هلا مو جاي لعندك مشان تتمسخري علينا حبيبتي، نحن متفقين من الاول بس نحتاج البيت تطلعوا. انتو مين اتفقتوا؟ متفقين نحن وابو طمزي. اروحوا لكان لعند ابو طمزي، ليش جايين لعندي؟ ابو طمزي لا بيحل ولا بيربط، مشان هيك اجينا لعندكم. حاجبه لسه كل واحد يستلم من جنب. شو رئيس الوفد اجى الكرسي هون؟ يطول بالك شباب. ما بدي طوله، ما في رئيس وفد بتحمل هيك وفد، لازم ما حدا يفتح تمه قبل ما يحكي رئيس الوفد. انا ماشي تضربوا انتوا هيك وفد. هبسي برا برا. يعني قشي لفة كلياتكم. مساء الخير هاني. عم بيقول مساء الخير. سمعت. طالما سمعت ليش ما عم ترد؟ رديت بقلبي. ايه ما سمعتك.
مساء الخيرات، سمعت هلا؟ هلا سمعت. تريك ايدي. فوت فوت، باينتك معصب فوت. اخي ماني معصب. لا معصب. اخي ماني معصب. معصب. لا ماني معصب. لا معصب ولا. معصب معصب. كثير. كثير. كثير كثير. كثير كثير. قديش يعني؟ قد ما بدك. روق روق، فوت لروقك تعال. اخي ما بدي حدا يروقني. لا لا بدي روقك. اخي ما بدي حدا يروقني. بدي روقك ولا؟ بتعرفني انا لما بتبقى الواحد بتبقه، ما بحل عنه غير لروقه، فهمت؟ كثير. كثير. كثير كثير. كثير كثير. قد ايه يعني؟ فوت لقلك قد ايه. نحن شو دخلنا؟ نحن اللي خططنا للطريق، اوعي تكون مخربطه بيننا وبين البلديه حبيبتي. انا قلت لكم من الاول بلا هالروحه، ما كان حدا يصدقني، لكن الواحد بيحكي مع بشر مو مع حيطان. بورا؟ نعم ابن عمي. اخذي اليوم شي حبه تنبلي؟ ليش عم تسال ممدوح؟ شو قصتك؟ ما عم يفلتوا فريماتي؟ انت برايك فلتهم ممدوح؟ فلتيهم احسن ما فلت ايدي اليمين لاني ممنوع اضرب فيها. حاضر ممدوح. يا قرود السود وعرموشة العنقود، يا دود العود وتفلو للمعود، يا حيط المهدود والدخل المحدود، يا غبرة المجرود والأسطح المزدود. كل الحق عليك. مش هاشو الحق علي؟ انت مركبهم على ظهرك وراخيلهم الحبل. انا ما مركب حدا على ظهري. لك شلون ما لك مركب حدا؟ اسمع على الحكي. انا مو مركب حدا. جوز امك مو معتبرة ومستوطي حيطة. مستوطي ولا مو مستوطي؟ مستوطي. اما ما بتخليك تفتح تمك، بتبهدلك قدام الناس. مستوطي حيطك ولا مو مستوطيته؟ مستوطيته. لا والانكم من الكل مرته، ما في غير بتعطيك توجيهات، تقول متجوز حمار وبرصي. لا تقول لي مو مستوطي حيطك. مستوطيته. معك حق، مستوطيته. بقى شلون ما بدهم ينطوا فوقه؟ اه طب شو بدي اسوي هلا؟ شغل الكف. ايه شغل الكف. ربي جوز امك وامك بمرتك. شلون مرتك اذا قالت لك مرحبا صفقة؟ طب واذا ما قلت لي مرحبا؟ صفقة بوكس على مناخيرها خلي يصير مع انحراف وتيره. طب فهمنا هنيك صفقتها لانه قالت لي مرحبا، هون مشاش صفقتها انه ما قالت لك مرحبا. اي والله يا لطيف يا لطيف، شو انك خطير يا عفيف. يا طحن الفنجان متبان بالتبان، بالابان مو منزان، يا قطبه الكتان وحافر الفدان. يا قد ايش صاروا على العدار شي ابن عمي؟ 675. بتحبوا كملكم ياهن على 700 ولا بتطلعوا بكرامتكم احسن؟ يا لطيف قلت لكم انا من الاول بلا هالروحه. قوموا قوموا تبهدلنا فوق العيار اللي سامحه فيه وزاره الصحه اليوم. قوموا يلا 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 يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا جماعه، شفت انفلتت علينا مثل الاباوي. امشي نشوف شفيق وبديع بركي بيطلعوا احسن منها. يلا تعالوا. عم يمشي. لعنا انت هون؟ تعال هون. مرحبا. اهلين. لا عم تضرب هيك؟ انت على بالي اضرب وانضربت. ليش عم تضرب مرتك ولا؟ انت مالك علاقه. ليش عم تحكي مع امك هيك ولا؟ انت ما تحكي معي بنوب. يلا انت بدك تاكل على البيت، بدي اشوف حدا ولا بدك. يلا على البيت. جن الولد جن. هيك يا جماعه انا هاني واحد. يلا لك بس لاخر الشهر، بس لاخر الشهر. ما بدي ما بدي، كل مره بتقلي بس لاخر الشهر، كل مره بتقلي بس لاخر الشهر. انت بدك يعني امشي حافي انا بعرف. لك عيني انت طولي بالك لاخر الشهر وبتاخدي خلص كندرتك من هالشوارع. وشو بدي البس من هون لاخر الشهر؟ دبري حالك بكندرتك الثانيه، يعني بنت اقريبوز باشا ما بتقدري هلا تضبطي الا على الموديل. يا اخي يا اخي سالي اياها بقى لهالكندره، سالي اياها قبلي اياها من بالك. فرده فلت كعبه وفرده فلت نعنع، ما بتلبس ما بتلبس. دبري حالك بالابقاب بلاش. الابقاب احسن من الكندره يعني؟ يحرق غيمك يحرق غيمك. بس التيسي دايما بتحطيني بخانه اليد، شي بالشحاطه وشي بالابقاب وشي بالجزدان وشي بال ما بعرف شو. خلصت بقى. انا بحطك بخانه اليد ولا انت امك مخلفتك خشب؟ سيره امي بنوب لا تجيبيها على لسانك. ها امسكي ريحيني من نقك. هي 500 ورقه بندبر حالنا من هون لاخر الشهر. منش حال لا تمنيني. مساء النور اهلين. مساء النور. بدي 50 ليره. خلاص بعدين بعدين. لا مو بعدين هلا. بدي 50 ليره. هاتوا من مصاري الاجار. ام هاني بتصبر علينا. شوفي بنتك بدك هندرة عم تنق. اي حقها بدك اياها تشتغل عندك ببلاش. مرت عمي بنتك غادة مرتي مو موظفه عندي. الرجال ما بداعي مرته على كندرة. إذا طلبت كندرة بيجيب لها تنتين، هذا إذا كان رجال. بنتك
أنا ما بدي تنتين، أنا بس بدي 50 ليرة مشان كفي حق الكندرة. بخلان على مرتك ب50 ليرة؟ أعطيت البقية من مصروف الشهر كله، ما صفي معي غير أجار البيت. لكن بس أعطيني 50 ليرة من أجار البيت، مهاني بتصبر علينا. لحظة لحظة، إجرة البيت بدها تندفع على دو زبارة على الفرنك، مهاني بدها حجة لتقحط النار. أمي مهاني متعودة تصبر علينا. هالمرة حبيبتي ما رح تصبر، ببيتها بده يمرق طريق وهي عم تخطط مشان تطالعنا من البيت حبيبتي، خاصة لأنه نحن وراها للعريضة. لكان الليلة لبنتك خليها تفهم. بلاها الـ50 فوق الـ500 بكفيك هلا 500. ما بدي هلا بدي الـ50، مكتوب على الكندرة 550 ليرة، هلا بدي اياها. كسري للبيع فاصلي، اذا كل شغله بدك تشتريها مثل مو مكتوب عليها توفقنا. لك روح اعملي لها قهوه لامك، روح. ما بدي اسكت بقى، لا قهوه ولا مشان واجبك. ما معلش جيت انزلكم مشان الطريق، خذوا حذركم مشان الاحتياطات. اخذنا حذرنا. باي. بدي 50 ليرة. ايه معهم حق ما يستأجروا، خاصة عندهم بيت نحن ورا العريضة. لك طيب وين نحن بدنا نروح؟ منستأجر على الجهتين، مستأجرين هون مستأجر وبغير محل مستأجرين. لك اوعي تفتحي سيرة الأجار، أي بيت بدك تستأجريه هلا بدك تعملي عقد سياحي حتى لو خرابي. فهمها لمرتك القرنبيطة، لأنه ما بتفهم إلا إذا بقبق الزيت تحتك. ما تعملي بلا مسخرة إذا بتريدي. ليش شبو القرنبيط ما في أطيب منه، خاصة إذا كان على نار هادي وغطيتي مثل القلينا. تاني امر اوعي عو بعقلك. ها انا ما حدا بيلعب فيني. طب خليني فوت معك. خلاص انتو مو كلفتوني بالعمليه. كلفناك. خلاص انت روحي على البيت بعد مو كل شيء مكتوب بالورقه. طب خليني فوت معك بقعد ساكته. انت قلتي لي اليوم شي مرحبا. لي راحه امشي على البيت لما تقولي اهلين. يا اختي لك. يلا يلا شو صايبكم؟ اهلين هاني. صباح الخير حفيف. صباح النور يا سيدي. وصلت على دفعه اتصالات مرتي لانها تعدنا الالف قبل ما تقول لي مرحبا. يشرف شرب قهوه خلينا نروقك. شرف. لا مستعجل، انا جاي اشوف بديع وشفيق، بلكي بيحكي منيح بيطلعوا من البيت. ما بيطلعوا. بيطلعوا. ما بيطلعوا. اخي بيطلعوا. ما بيطلعوا. نجرب. ايه جرب. شرف هلا خلينا نروقك. لا انا اذنك مستعجل. اذنك معك. كنت حابب روقه. ميان فوت. اهلين هاني. يا اهلين. مرحبا شفيق. اهلين وسهلين. شرف شرف. شلونك؟ على مهلك بشوي. جيب لك سكجة. وين مرتك شفيق؟ شو بدك من مرتي؟ مرتي راح تجيب كندرة. خير فوت بالموضوع. احكي معك كلمتين. يا لحظة لك هلا روح اعمل لك قهوة. يا حاجة تبيض بعرف انه ما عندكم قهوة. شاي لك. ما بدي. طيب احكي بالموضوع فو. خبرونا البلدية انه بده يفتحوا طريق يمر من نص بيتنا. من نص بيتكم بده يمروا؟ لا تقاطعني، خليني اخلص بعد احكي. حاضر. خبرونا البلدية انه راح يفتحوا طريق ويمر من نص بيتنا. راح نصفى بلا بيت. رح يقشوا الدكانة. كمان بدهم يقشوا الدكانة؟ شفيق لا تقاطعني، خلصت خليني احكي يا اخي. خبرونا البلدية انه رح يفتحوا طريق من نص بيتنا ورح نصفى نحن بلا بيت. ورح يفتحوا لا هم رح يفتحوا شو؟ ورح يقشوا لنا رح يقشوا لنا الدكانة ورح نصبح نحن بلا دكانة. ونحن وانتو جماعة أوادم وما بترضوا نحن نصفة بالشارع، مشان هيك بدنا تفضلوا لنا البيت مشان نسكن. وهلا تفضل احكي. ونحن وين بدنا نروح؟ استأجروا. وليش انتو ما بتستأجروا؟ العربوقة مرتي عزبت على الشرف، كاتبة كل شيء بده يصير. شو كاتبة؟ شو كاتبة؟ ما في شيء ما في شيء، هلا احنا خلينا موضوعنا. وين صرنا؟ صرنا عنده. ليش انتم ما بتستاجروا؟ ايه ونحن شو زلنا نحن شو زلنا نستاجر ما دام عندنا بيت؟ عندنا بيت سباح نباح. قصدك سياح نياح. ايه حبيبي بس القانون معنا والمؤجر اللي هو انتم ما بيحق لهم يطالعوا المستاجر اللي هو نحن. بس هي اسمها سليطه. اسمها شو؟ اسمها سليطه. ما فهمت عليك.
خذ اقرا. هذا شو زحلي شوي لحتى احسن اقراها. هاني خمرونا من الميلانية انا شفي ونحن وين بدنا نروح؟ هاني استأجروا شفي ليش انتو ما بتستأجروا؟ هاني شو زمنا نحن نقعد بالإيجار شفي بس القانون معنا والمؤجر اللي هو انتو ما بيحق له يطالع المستأجر اللي هو نحن. هاني بس هي اسمها صليطة. قلت لها صليطة؟ لحظة شوي. هاني بس هي اسمها صليطة. روح يا روح إلا لمرتك تعرف تحط النقط مثل العالم والناس تحت الحروف. طيب لو قلني هلا شو بدي أقول أنا؟ أنت مو أنت أنا بقول أنا بقول سميها مثل ما بدك تسميها. أنت بترد علي بتقول بسيطة يا شفيق نتواجه. بسيطة يا شفيق نتواجه. لا منتواجه ولا شيء. ليش لحتى نتواجه؟ يي هي ما مكتوبة بالورقة. لك حاجة تقرأ لي شو كاتبت لك مرتك. بتقلها لأمك تنزل على البلدية وتدفع. ايه بيعودوا بغيروا المخطط وبيحيدوا عن بيتكم ما فيها شي الشغلة. تبي هذا الحكاية في الورقة بدي. هات زكي كثير. شلونك زهرة؟ ايه منيحة انت كيفك؟ ايه شو بدي اقول لك هاني مرتك لانا لأي صف واصلة؟ مرتي بتقول انه اخذ بكالوريا بس ما اظن لانه مرتي بتصنس كثير. ليش بتصنس؟ لك مرتي غشيمة يعني الحنين بياخذوا بكالوريات وانت ما بتعرف تاخذها. انسيك الا لا امك تاخذ الورقه وتروح على البلديه لعند الفريد تقول له انا من طرف الاستاذ بديل. طب اكتب لي هذا كمان هيك يا افر. لك كتبت لك كتبت لك ولا قال لك جيب المصاري وانا بروح بدفع له. ايه بتقولي للقمر غيب لاقعد مطرحك مشان هيك بدي اياكي تعملي رياضه مشان ما تهرفي. ايوه تريدوا شو صار؟ ما في غير بهيم بفوت ما بيقول مرحبا. انا لسه ما فتت. ولو كان قبل ما تحكي لازم تقول مرحبا. مرحبا ما ادرينا شو صار. اذا قلت لك انه ما في غير البهيم ما بيقول اهلين بتزعل. اهلين مخطط الطريق تعدى نحن وياك اللي رايحين بالطريق مو ماني. بدي عدى بدي منيح ممدوح. لك شبك هجت شبك البلدية هلا بتكون مسكرة. التوك مو من البلدية. خمن مين التوك؟ دود الخل منه في. انا كنت اشتغل بالبلدية ما بيصير تعديل الا بدسي. خير شو في؟ يعني ما بتعرف شو في ما؟ لا ما بعرف شو في. مثل ما رحت على البلدية دسيت مشان يعدوا المخطط بتروح مشان يرجعوه مثل ما كان. أنا لا رحت على البلدية ولا بعرف شي عن هالموضوع كله. قال صادق يعني قال لك نحن بنعرفك حلة ونتب مو علينا تخرج. أنا شو مصلحتي روح على البلدية؟ طولوا بالك عمي هذا الواطي رح دس علينا بالبلديه. انا ماني واطي وما دخلني بهالموضوع كله. انت عفيف عمي تعال قلك تعال معي على الغرفه. شو بدك تهديني انت كمان وانبر من وجهي؟ لك عمي ما بدي هديك عفيف ما له علاقه. وانت ابو طمزه ابو طمزه رح يروح بيته كمان مع بيتنا بالهد امي انتهي لشفيق والحقين على الغرفه تعال عمي. الحش عم الدم الحش يا عمي يا عمي عم اقول لك روق لا تطوش. انا حليت الموضوع. شلون حليته؟ ايه لا لا ما بحكي لحتى تشرب كاسة الواجب. عفاري معليك هيك الاصول. زهرة ايه انتطري لعند غادة ساوي لنا كاسة شاي ما بدي تعطلينا الاجتماع. هلا مشان ما عطلك الاجتماع ولا بدك تردفني؟ شوف عمي اسمها نلعي نلعي مليك ما عمليك جوزة يلا هلا يا بحاضر انت بتقمو. مرحبا شلونكم؟ مرحبا اهلين على مهلك. على مهلك علي عمي. هذا يا سيدي ما انت ام هاني وجماعتها طالعين على البلديه ودافعين براطين مشان يعدلوا المخطط. ايوه ايه وشو المطلوب مننا نحن هلا؟ يعني نحن لازم كمان ندفع براطين مشان نعدل المخطط. من امتى الحبيب صار تميز بالشعير؟ عمي ابو طمزه ما هو حق باللي عم يحكيه. ايه ماشي انا موافق. بس انا ما جماعتكم مشان تعترضوا او ترفضوا. لكن مشان شو جماعتنا؟ نوال ايدكم كل واحد على 500 على الماشي. انا ما معي. اتدين. وانا ما حدا بيديني. ايه خلي غاده ترجع الكندرة. ايه ماشي بس بركي ما رجع عليها. هاتوها انا برجعها. سلامة. خذ الثانية. مثل ما ودعت تلاقي الهي تلاقي الخير. خلي لي اياكي لا يؤبي لك رمج ليلي. اقبال عندك زهرة. خلي لي اياكي مبروكة. حلوة يا حلا وبرك الهي على الموديل. بصير لك رجلك ثاني مرة تحطيها بوشي. هلا المهم بدي الحلوان. انا قالي حلوان دفعنا كل ثروتنا حق الكدرة وضل معنا حق حلوان. ولا جاي اشتحية اشتحية ما بدي انا جايبتها مشان البسها مو مشان عيط فيها.
مدام انت روحي جوزك بده اياكي، روحي. ستي مثل ما وقعتك، لا الهي. لسه ما شلحتيها شلحية. ليش؟ بدنا نرجع. ما بدي، ضليت ساعة كاسرة مشان ننزل اياها 50 ليرة. شوفي حبيبتي، قدامك خيارين، يا بتصفي بكندرة بلا بيت، يا بتصفي ببيت بلا كندرة، ما في حل ثالث، بنوب بنوب. شو دخل الكندرة بالبيت؟ بدهم يشقوا طريق من نص البيت، من هون يعني، من محل مالنا قاعدين، بجوز تكون فتحة الريجار بالمحل اللي أنت قاعدة فيه، بقى لازم ندفع برطيل مشان يعدلوا المخطط. ما فهمت. حبيبتي ليش أنت أيمن كنتي تفهمي علي؟ آه أيمن. ما عم بتذكر. معناها لا تعلي لي قلبي، خلص استحية من رجلك خلينا نرجعها. ما بدي، بدي ضل حافية، كبيت الكندرة العتيقة. مو مشكلة مو مشكلة، خلص بعطيكي صباطي. ما باخذه. لك هلا بدي حوشيه شوي تخروق، بعدين امشي وانت لازقه رجلك بالارض، ضروري ترفعيها يعني. وانت؟ انا بدبر حالي بابقابك، الرجال ما بيعيبوا ابقاب، واسالي هو. حقيرين، جايين ورا البقر يا عمي الشوم. ما تعمي لا تنزل لمستواهم، شو بدك فيهم؟ خلي تنزل لمستواهم، ليش نحن مستوانا احسن؟ معلوم احسن، وين نحن وين هني؟ ايه عمي من انت اخر واحد بتحكي، انت اوطى من مستواك، ما عاد في مستوى. يلا 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 يبرني هيك نسوان، حدا منكم يوم يفتح الباب يبرني ياكل وحده تقول للثاني يا ولد منكم. بعد هيك بعد وين هي بورا؟ اطلعي شرشوحة امي، وين اطلعي ورجيني وشك اذا كنتي مرة. لاقيني لك ما في حدا هون، ما في حدا هون، طلعوا زيارة عائلية. سمعت شو عمل لي؟ ولا وجدعان بوران طالع برا، ما بيسترجوا ولا واحد بيسترجي يطلع برا. الله رجاهم، نحن كنا جايين نكسر روسهم. ليش شو عاملين؟ رايحين على البلدية دافعين ومرجعين مخطط مثل ما كان. معروفة، ليش مو معروفة؟ هن اللي دلوكم على أبو فريد. بدنا نكسر راسهم ونحرمهم يمرقوا من جنب البلدية أبدا. هلا لا تكسر راسهم ولا حدا يكسر راسك، اسمعوا مني، روحوا على البلدية ادفعوا بغيروا المخطط، هيك أحسن لكم، ما بدكم هالعلقة كلها. نحن قد وقدود، شو مو رجال نحن؟ لا تفيض عمي ابو منال، انت بس مين شفته؟ لو بجدعان بتهرروا بالدم، خي سوي لي حالك انطر من شداد. هاني حاشي كلام طالع نازل على عمك سكوت. اتركيه يحكي على كيفه، بس انا راح اورجيك ايدك ولا غيرك من ابو مناول. شو بدك تعمل ابن عمي؟ بدي كسر له كل الشبابيك وخليهم يعرفوا، اذا سالوك قول لهم ابو منال كسر الشبابيك. ايه ما بتقدر. انا بقدر. لا ما بتقدر. انا ما بقدر، راح اورجيك شلون بقدر. يشرب قهوة ان شاء الله يضرب سم. بقدر انا ولا ما بقدر؟ ما بتقدر. انا ما بقدر ولا ما بتقدر، كلها كسبت شباك شباك. لك حل عنه باسكت. سمعتوا شي حدا زعاوي؟ انا ما سمعت شي. هاني سويت شي انت؟ لا اذكر. بدي اسالك على علمك، ابو طمزي جوا شي؟ انا ما دخلني. شو بخايفنا بطمزي؟ انا ما بخاف ولا بتخاف؟ لا ما بخاف. بتخاف؟ انا بقول لك ما بخاف. كثير. ايه كثير كثير كثير. ايه كثير كثير. قديش يعني؟ يلا عنك. قديش يعني؟ بعدك انا ابو طمزي بحبه، حرام حرام، ان شاء الله بيحرم جلده عن هضمه. اجار البيت عم يدفعه بالزور، بس البرطيم يدمره بسرعه يا عم الشوم عليه، بيدينا ولنا نحن. شو مع ابوكي جد؟ كنا بنعاني، فخاري كسر بعضه. ويكون هلا ما تعملوا لي قصة جوصة بالحارة وتقولوا انه انا كسبت الشبابي. خايف؟ ما قصة خايف. لك قصة شو؟ يعني انا سويت كل هالمعركة مشان اعمل لهم فرقة اذن، هيك ما حبي يبهدل قدام الناس. يا عفيف بيحكي. عفيف رجال ما بيحكي. طيب شلون بدهم يتربوا اذا ما عرفوا انه نحن اللي كسبنا البلور؟ هيك قلتك يعني؟ ايه هيك قلتي. سبقيني على البيت. تعال لك وين جاي؟ لك روحي جاي انا. يلا يلا روحوا. صدقوني ما بيقدر.
قولي بس يجي ابو جدعان بدي اصير مجزره، وانا وين بدي اروح لحالي؟ شباب ابو رمزي شباب لا تخاف ابو منال، ليش كسرت له البلور؟ اوعى تجيب سيري لحدا انه انا كسرت البلور هاو. لا لا يعني ما قدر ابو جدعان. لا شو ابو جدعان؟ ما حد اوعى يسمع روح يبتلي فيها، انا ابتلي فيها. ايه اسمع امرك خاف هاو. لا تخافي شو لا تخافي، رح كسروا الباب. هذا اكيد ابو جدعان رجع من بيت اخته وشاف المنظر ابدنه. عفيف الله يخليك، ما تقول له انه ابي اللي كسر الشبابيك، ها بتعرفوا هذا مجنون بلا عقل. لا تخافي، خبي انت، خبي خبي منيح تحت الباب، خبي منيح. يلا يلا الشبابيك. انا ما كسرت شيء، انا كنت نايم لما اجوا كسروه. يعني ما حسيت على شيء؟ لا ما حسيت. يعني مو انت؟ انا شو مو مصلحتي، انا شو مصلحتي؟ مين كسر الشبابيك؟ يمكن يمكن ابو منى. يمكن ولا اكيد؟ يمكن اكيد. اي من الوحده؟ مرته منه هذا. يعني اكيد؟ يعني يعني ولا اكيد؟ يا اخي اكيد اكيد ضروري شبك يا ابن معلا. اسلم اهدي اعصابي، لا تحرق ضفه. الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم. الهي ليه بدي جيت حق بلور؟ هلا ليه بدي جيت حق صحيح؟ رح يحرم بحياته يتعس لعنك. مين؟ ابو منال. شو عملت له؟ شلحته اوعي وتعقت داك دغري. ليش بده لوحتين وخبطه؟ لوحتين وخبطه بايش بقي؟ قولي. ما شفنا الا قاعد على الفطر ونازل في دا، ما عرفنا ليش يا سيدي. ولا يهمك، هلا بنخليهم يبوسوا الشوارب بعض. لا الله يخليك، بلا ما يجي ابو منال لهون لقوم يدق فيه مره ثانيه. شو يدقوا؟ انا شو عم اعمل هون؟ انا الحكومه. يدقوا. ابوكي هون يا زهرة؟ ايه هون سيدي. خير شو في؟ يعني ما بتعرفي انه ابوكي دق وقتل لابو منال امبارح وقشطوا كل اواعي؟ سيدي انني كسروا لنا الشبابيك يا سيدي. يي كذابة سيدي كذابة. لا مو كذابة، ابو جدعان ما بيعمل هيك عملة من غير سبب. وينه هلا؟ جوا سيدي بالغرفة. صباح الخير مدام بوران. بمهمة رسمية سيدي؟ لا فاعل خير. اهلا وسهلا ابن نجيب، تفضل. ما بدي على الشوات، عبيت بيتك قبل ما تعطيني اوعي ابو منال. بدي اعلقهم على عصاي وخلي الاولاد يدوروا فيهم بالحارة. انا جاي صالحكم. هلا اذا كل واحد بده يكبر راسه من جهة، بدكم تحيجوني يفتح محضرة؟ المسا برجع له اياهم. ماشي يا ابو جدعان، معناها انت ما بدك كان يفوت بيتك. ايه وقف سيدي. خلص خلص ابن نجيب، ما بيصير للي بخاطرك. بوران فوت يعطي البقجه. طيب بدي بقجه الاواعي لابو منال، هلا بتخليه يلبس ويجي لهون، بدي صالحه. حاضر سيدي. سيدي هاني تفضل سيدي تفضل. شكرا شكرا. اي هاني شو بدك؟ لا تجيبي سيره البرطيل لجوزك لانه بنتبهدل نحن وياكم سوا.
جوزي بيفهم ما بده توصاي. قولي لجوزك اللي فرد شقفه. والقص هلا بيسمعك بيروح لك جوزك 100 شقفه. ليش بيسترجي؟ ليش انا اذا قعدت معه بخليني احكي؟ اي لا تحكي، خليك قاعد معه، انا ما بدي اغلط قدام ابو نجيب. ما بيسترجي يغلط. اخويا اهلين ميا. اهلين بدوعتي. امي زهره اعملي شاي لابوك. نعم نحن جوزناه مشان مرته. انسين مرت عمي. لك ليش بقول لها قرنبيطه لكان انا؟ قالت لك اعملي شاي يعني اعملي شاي ولا بتنطعجي؟ ما تعملي لا تقولي لي قرنبيطه، انا بتزاول لو تقولي لي قرنبيطه تقولي قرنبيط بغلط بحقك. تزاولي حبيبتي، انا عم بحكي على القرنبيط المتبل ضايقينه شيء ما في اطيب منه. بلا مسخره. ما عم بتمسخر، انا عم بحكي على القرنبيط المتبل مو المقديت. يكون بعلمك مرت عمي انه انا زهره بالضمه مو بالفتحه، انا زهره على اسم الكوكب زهره مو القرنبيط. تكوني بالشده بدي دور من لك قرنبيطه يا بتعملي شاي لابوكي. ما ليش عم تعملي معي دغن؟ ليش عم تعملي بعدين؟ شو تحكي معي؟ لك شو ساوي لك اذا انت بتحبي البهدله؟ قالت لك اعملي شاي يعني اعملي شاي، بعدين تتحركشي بالحمى لتجيك البرديه. ما رح ساوي شاي، هي مرتها وهي بتعمل شاي، ما رح ساوي شاي. لك ابوكي منبه عليها ما تمد ايدي على شيء. بعدين ما بدك تساوي شاي تصطفلي لا تساوي. انا قلت لك ساوي، وانت اذا ما بدك تساوي بتعرفي شو بصير فيكي لانه ابوكي بزعل. اذا زعل ابوكي بتعرفي شو بصير. اعطيني للدعه كلكم مستعطين حياتي. لانه ابي صار بالبيت صرتوا بتحكموا فيني لانه قام عفو الاسلام. انا بسيك فمنا فمنا شلحتوا البنطلون لانه كسر الشبابيك. فمنا. لا سيدي ما شلحني البنطلون، كان معلق على العلاقه. والبيجامه كمان كانت معلقه على العلاقه. ايه سيدي شلحني البيجامه ومدري شو كمان. شلحتوا البيجامه لانه كسر الشبابيك؟ وانت ليش كسرت الشبابيك؟ سيدي بدنا نشقوا طريق بالحاره، بده يمرق من بيتنا. قلنا لهم يطلعوا من البيت، ما عم يرضوا يطلعوا. القانون ما بيلزمهم يطلعوا. سيدي متفقين نحن وياهم اذا لزمنا البيت يطلعوا، بعدين نحن ما لنا ملزمين نقعد ببيت اجره وبيتنا موجود. ومين قالكم رح تستاجروا؟ القانون بيضمن حقكم، ما بينهد سقف بلا ما يتامن سقف بداله. هي منصوص عليها. سيدي باخر معمار الله، يا بالكسوه يا بجديده. ودخلت؟ شو اللي ما عجبكم بالكسوه او جديده؟ سيدي سعر المتر هون ب 10,000، هنيك انشقت حالها ب 5,000. طيب خذوا تعوي. سيدي بخمنونا على سعر الدولة، بيطلع المتر ب 500 ورقة، بيقصرناه وتقسيط. لك بدك الدولة تبيع بسعر السوق السوداء؟ سوداء ولا مو سوداء؟ المصاري بدنا اياهم نعوض فيهم، إذا ما تعوض شيء شو بدنا فيهم؟ معناها بتعملوا تعهد إنه البيع اللي بده يطلع لكم بآخر معمر الله بتعطوه للمستأجرين اللي رح يطلعوا. نعمل تعهد سيدي. لك هن احسن مننا بشو، هن يسكنوا هون ونحن ننسف على برات البلد. سيدي حيرتوني مدام بوران، ما في شيء يعجبكم؟ سيدي لا تحتاروا لا شيء، القانون مع مين؟ معكم. والقانون انت صح ولا مو صح؟ صح. يعني انت معنا ونحن ضد القانون ما بنشتغل. اوه صحيح انا معكم بس مو عدو غيركم. صحيح قاضي الاولاد شد حاله. والمشكله سيدي المشكله الشوارب وبوسناها ولبس لبسناك، ما يكون شغل عندي، اي سوء تفاهم بتروحوا لهنيك على المخفر. والمشكلة سيدي المشكلة؟ أنا مالي سعير، مشكلتكم مالها حل. إلى حل. شو الحل؟ نوحد البرطين. شلون؟ بدل ما نحن نبرطل ونزت الطريق عليهم، هن يبرطلوا ويزتوا الطريق علينا، ما نبرطل سوا. والطريق؟ منزته على حدا غيرنا. تقبرني؟ ها هذا مخ، هذا راس بني ادم مو راس قرنبيط. ما رح رد عليك يا بوران. هاد مو حكي، هاد منين بدي اجيب لك مصاري؟ طيب اول مره رجعنا كنت دارس المره، هلا شو بدنا نرجع؟ بترجعوا المره؟ تنضرب على التشبيه، رو لاقي لك حدا يدينا 500 ليرة. منين بدي لاقي حدا يديني 500 ليرة؟ ما صار في حدا ما تدينا منه، صار بدنا هلا راتب شهري مشان البرطين. شوفوا ابو طمزه، هذا ما عنده مصروف. مظبوط، بس انا ما عندي دخل. انا اجار بيتي دين، الكهرباء دين، الشرب دين، الاكل دين، حتى ال 500 ليره يلي برطلنا فيها ديناها من عند مهاني دين. لك الله يقصف عمري وتتلبكوا فيني وتطالعوني بالدين. طيب وهلا منين بدك تدينها؟ من عند مهاني. طيب ماشي، بطريقك تدين لي من عندها 500 ليره الي. قديش تعطيني كمسيون؟ ومشان شو الكمسيون؟ على البهدله اللي بدي اكلها. ليش البهدله؟ ما انا اخر شهر بدي ارجع لها ال 500 ليره من ميتها على حالها. ان شاء الله مفكر انت ام هاني عجينه بايدي،
إلا هاتي بتهات. لكن شلون بتتدين منا؟ بدي من الصبح لعشية مسح لأجوخ إلا ولجوزة ولأبنى لحتى أحصل على 500 ليرة. طيب أنت هلأ اتدين منا 510 ليرات، خذ 10 ليرات إلك وأعطيني 500 إلي ماشي؟ 600. ايش 100 كوميسيون؟ لكان حتى أعمل لك 500 ليرة بدي 100 ليرة تمسيح جوخ. تفضل. اسلموا. تمام. مظبوطي مظبوطي. لازم اروح انا وانت وعفيف، وقالت لي امي انه انا لازم اكون رئيس الوفد. لا عمي انا بلالي هالشغله، انا الموظف اللي بقول له مرحبا بينشميس. لك اخي شو الشغله عراضه؟ خذ اذا امك مو مأمنه رجع لها اياهم. لك امي مأمنه بس بدي اروح معكم مشان اتعلم للمستقبل شو ادبر اموري. لا اني لا بلالك هالروحه، احسن ما تحكي لك شي كلمه غلط تنزع الفيلم كله. كيف بديع وينه وينه؟ أهلين عمي أبو تامر، خير؟ شو في شبك؟ ليش معصي؟ في ما في هلا قلي وينه؟ ليش عم تقول حقير؟ ليش عم تقول حقير؟ شو بدك؟ يا باتي مشان تزيعوا الطريق عن بيتكم بتحيدوه على بيتنا؟ أنا ما دخلني. أنا ما بعرف إنه أنت اللي رحت وحكيت؟ أنا ما حكيت، أنا دفعت، روح لعند أبو فريد دفاع بيعدل لك المخطط وبيحيد الطريق عن بيتك. ومن وين أبو فريد؟ آزم بالبلدية. آزل هلا ابو فريد آزل؟ ايه آزل. على ما حكيته ابو فريد وابو فريد فكرته اعلى مسؤول بالبلديه. انا لك ابو فريد مو له بياخذ المصاري. لكن لمين؟ ابو فريد بيعطي شوي لهون وشوي لهون وشوي لهون، كل واحد حسب توقيعه، وهو بالاخير بيلحس لحسه. شبك شفي شو في؟ قلت لك هف اسمحي. ابو تامر بده يمرق الطريق من بيته. العمى ليش كم طريق مارق من الحاره؟ واحد. وشو اخذ له عند ابو تامر؟ البركه بابو فريد. العمى هل ابو تامر شو مدعوم؟ صار طريقين مارقين من جنب بيته وهذا الثالث، ونحن هون غرقانين بالوحل والبلديه مو سائله عنا بنوب، الله لا يردنا. شو قصدي؟ قصدي لازم الطريق يمرق من هون من عنا. يخرب بيتك ما ازكاكي. نحن دفعنا اللي فوقنا واللي تحتنا وكل حيلتنا مشان يقيمولنا الطريق منهم، بدك اياهم يرجعوا. لك بعرف بعرف، مو نفس الطريق، طريق ثاني. شو ما في غير طريق واحد بالبلديه؟ لك عن جد عم بحكي شو فيه؟ وانا عن جد عم بضحك. شو ايش؟ شو ما في حدا غيرك بيعرف يبرطله لابو فريد؟ الشغله بدها جرأه، مو كل واحد بيعرف يبرطل. ونحن جبنا منه، المهم راح الطريق عن بيتنا. الناس لبعضها بالبلدية. أنا بعرف أب فريد وبغير مطرح أنا بيعرفوا أب فريد تاني. لك الناس لبعضها. خايفة تنكمش لك شي مرة يا بديع وتتبهدل بهدلة الكلاب. المخوزة ما بيجعوا دبوس. هلكوني يا صوري هلكوني، كل طريق بيحدفوا علي. لك بباريس بباريس بالحي اللوتيني ما في طرقات مرأة قد اللي مرأة من قدام بيتي. طول بالك بابا هلأ بتنحل. منيح لي الله بعت لنا بديع حللنا المشكله. ايوه ايوه. شو طمنوني؟ اهلين بديع. ابي عفيفو عملتوا المصاري؟ ليش البديع بصراحه انا خجلان منك يعني، لانه ما تامن معي غير 3000 ليره. طيب ليش بعتوا وراي روح لعند اب فريد اذا مو مامن المصاري؟ طول بالك علينا، خلي هذا صاحبك يعني يستمر علينا يومين ثلاثه بامن له بقيه المبلغ. عمرك سمعت حدا بيتبرطل بالتقسيط؟ بابا يعني هذا صاحبك ابو فريد متجوز شي؟ لا ليش؟ اذا بده بعطيه وحده من بناتي وبكتب له يعني المتقدم مقبوض. لك روح عني يا. شو عم بشتغل انا خاطبي عندك؟ امنتوا المصاري لملمتوا حالكم هاتوا اللي اخذوا اللي عنده، ما امنتوها خليني اتيسر. يسلم هالتم. باب. نعم. مساء الخير. مساء النور. هون بيت سيد بديع كرعوبه؟ هلا كرعوبه صار سيد اخر الزمان؟ ايه هون باب القصر تبعه، تفضل فوت. شكرا. اهلين. مساء الخير. مساء النور. اهلين. السيد بديع موجود؟ لا طلع يسر برا. بطول حتى يرجع؟ ما ترك لي خبر. طيب ممكن استناه؟ عفوا وين بدك تستنى؟ هون 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 بقعد هون بستنى. يا اهلا وسهلا فيك، شرفت. خير بدك يا ضروري؟
فوق ما بتتصوري. طب احكي لي بركي بقدر ساعدك. في شارع بده يشقوه رح يقش لي البيت وانا عندي 12 ولد. يا حرام. ايه مالك خراب الفريق؟ ما رضي ياخذ، افتكرني كبسه بشرفي خدها شكل شكل كبسه. لا مقلوبه. نفل الفريق نفل. يا اهلا وسهلا. أنا. أهلين زهرة. أنا مين وشك هي؟ وين شفي؟ في راح يسار. إيه مين بده يقعد مع هذا؟ مين هذا؟ شو بعرفني؟ بده بدي روح شوفي أبوك شو بعرفني. يعني شو بدي معنا. مرحبا. أهلين. سيد بديع موجود؟ إيه لا بديع مو هون. بيطول ليرجع؟ ما ترك لي خبر. طب ممكن استنى؟ خير في شيء؟ في طريق بده يمرق من نص بيتنا. سألت عنه ابو فريق؟ ما رد ياخذ. ايه تفضل لك نستنى فيه. تفضل اهلا وسهلا. اهلين. يا اهلا وسهلا تفضل جيب الكرسي حطه جنب الارض. ايوه ليش بتدق واس؟ 3000 اللي لهفهم منا كنا اشترينا قطعة بتفيدنا. بالعكس هيك وفر علينا. شلون بقى وفر علينا؟ لك لو مرق الطريق شو كان صار فينا؟ شو بده يصير؟ لك كنا ابتلينا بشي بيت عقد سياحي آجر وقد هذا البيت على 20 مرة. يعني البرطيل اللي عطيناه اياه كنا كل شهر بدنا نحطه آجر بيت. ايوه. مساء الخير. مساء النور. خير بنتي؟ الهيئة تعبانة. يا بي في 20 واحد قاعدين برا بدهم بدي. شو بدهم؟ مش على الطريق. يا بي دخيل عينك إذا فاضي اطلع اقعد معهم برا. فاضي شو شايفتيني عم بعمل؟ عم بفلح. أروح. منيح. راح يلتهي بال 20 واحد أحسن ما يلتهي فيني. عدمني إياك. تعال شوف. دستك عناصر بتحط لي على كل شباك. الطير الطاير ما بدي اياه يطلع من الدار. حاضر سيدي. وبتفتحوا عيونكم منيح، مو تفتحوا لي مضافة خراويش وتلتهوا لي عن المهمة الرئيسية. حاضر سيدي. ايوه ما بدي لا حدا يشوفكم ولا حدا يسمعكم. هاد كمين مو كبسة. حاضر سيدي. الطير الطاير ما بدي اياه يطلع من الدار، مفهوم؟ هي قلتها بالاول سيدي. هي قلتها بصيغة ثانية ولا؟ أمرك سيدي. ما بدي ضل عيد وكرر. يلا لشوف وزع عناصرك وروح جيب لي أبو فريد موجودا مشان التعرف. انطلقوا. هلا بيجي. بعرف بعرف ليش في حدا ما بيعرف دقة مهباجي. يا بيجي بيجي مهباجي لا يزعج. زينة الحق مهباجي على كل بزرع عاطلة بدق. ليش الصوت مسموع لبرا سيدي؟ أبو نجيب بيسمع بيب النملة. وينه؟ مين؟ المأنشي. أبو جدعان ليكو بغرفته. يا ملي يبقى بيعطلك على أبو المأنشي. أنا عفيف وينه؟ جوزي سيدي. لا جوزي سيدي. جوزك شو بعرفني وينه؟ جوزك عفيف بيدك عنا. وين؟ لاطي جوا سيدي. جبتي منه ولا ما تشاهد؟ لاطي جوزي. عفيف ولا؟ ولا عفيف؟ عفيف ولا ولا عفيف؟ عفيف. حاضر سيدي حاضر. بيدك عنا خلص. سيدي. صباح الخير. الخير. ايدك ايدك سيدي. هي خلص بقى انا ما بدي اقعد اقضي الاولاد بعدين بشنق حالي. الخير وعفيف خطين متوازيين لا يلتقيا وان التقيا ايدك عنا عجائب الدنيا السبعه بيصيروا ثمان. ابو نجيب هلا انت بتعرف العجائب السبعه كله؟ طبعا بعرفهم. عدلي عندك برج ايفل وبرج بيتزا
وجناين باب اللي مدندلة وساعد بين بيت، هي صاروا أربعة، وعندك أهرامات مصر ثلاثة صاروا سبعة. الأهرامات واحد سيدي. شلون واحد؟ ثلاثة فوخه وخمنقرة ومفنقرة. إيه سيدي بس بيحسبون واحد. خسيت طلع على برا يا شيخ. يلا اسألك عين تفتح تلمك. واقفين انت ويا هلا شو شبكوا لسه مسلسلكم ما خلص؟ واقفين هون انت خلص ايدك عنا. واقفي هون وانت روحي واقفي لي هنيك. ارفعي ايد واجر اتحركي. حاضر سيدي. خلص ايدك عنا ما تلطفيها. لا تدخلي لجوا شايفه. لا عندك عندك. ارفعي ايد وارفعي اجر. سيدي شو عامل نازل فيني بدري من على الصبح؟ تعال شوف الحقني. ايوه وقف لي هون بنص الديار، بدي اعمل لك فرجه لمن اعتبر. عبره سيدي عبره. هلا ما كل واحد يعمل لي حديث جانبي، انا قلت فرجه لمن اعتبر، انت اخو مرائي؟ شو عامل سيدي؟ خلص كل واحد منكم هلا بيطلع لبرا، بتصفوا لي هالكراسي الكل وبتقعدوا حواليه مشان اعملوا فرجه لمن اعتبر. سيدي المتهم بريء حتى تثبت ادانته. لا تخاف سابتي عليك يا حبيب سابتي. انا اللي عم تحكي عليها الحكي هي شغله قديمه كثير، لاني انا تبت سيدي تبت. صادق البعيد سيدي. انا هيك بضل واقفه؟ لا اجيبي كرسي تعالي حد جنبه ولا شو؟ وانا شو ساوي سيدي؟ وانت عم تطمصه جيب كرسي واقعد جنبه. أنا سيدي جيبوا لي أوطى كرسي عندكم وحطوه بالنص مشان يقعد عليه عفيف أفندي، وكل وحدة منكم تجيب كرسي وتحطه هون مشان تقعد عليه. يا عفيف يا ابن أمك وأبوك، بدي أعملك واحد من عجائب الدنيا الثمانية وخليك فرجة لمن اعتبر. سيدي فهمنا شو القصة، لأنه كل واحد فينا قاعد مثل الأطرس بالزفة. بس وعد شرف ما حدا بيمد إيده. وعد شرف. ما سمعت. وعد شرف. كلكم مع بعض. وعد شرف. بتعرفوا الشارع اللي كان بده يمر من هون؟ سيدي مسموح. مسموح يا مدام بوران. هذا الشارع كذابي، لا في شارع ولا في شيء. شلون سيدي ما في شارع ولا في شيء؟ عفيف افندي وابو فريد هن اختلوا هالقصة مشان يدفعوكم براطين. وعليكم كلكم. عليكم سيدي. لا يا عيب الشوم عليكم. ليش سيدي؟ ما حدا شجعوا على الفساد غير الرشاوي تبعكم. تبعنا سيدي. ايه تبعكم. اوبجيكشن سيدي. نزل ايدك ولا كلمة وتفوق. جبناه سيدي. تع ابو فريد تع 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 تعال اشوف تع تع. ايوه تحرك هلا بدك تحكي لي القصه من زيت ولا كازو، يعني من طقتك للسلام عليكم. سيدي اجل عندي سيدي. شو معه؟ سيدي عريضه سيدي. وبعدين؟ سيدي اتفقنا سيدي. على ايش؟ هو بينقي البيت واني بسرق المخططه من الارشيف وبصوره سيدي. ليش؟ بحط على المخطط علامات شارع سيدي. احكي ما بدي اروس لك الخيط بعدين بعضك ولك. لا تعض سيدي لا تعض. بيجي صاحب البيت بده يدفع مشان ابعد له الطريق على الشارع سيدي، قصدي البيت سيدي، وبورجي النسخه الثانيه اللي ما لها علامات شارع سيدي. والمصاري وين كنتوا تروحوا فيها؟ أنا نص وهو نص سيدي. وعم تغنيها كمان حاجة تقول لي هو، قل لي اسمه. عفيف سيدي. عفور. أنا بحتاج سيدي. أوبجيكشن أنا بحتاج. حاج لك عفيف حاج. صار أمرك مكشوف مثل السهل الأجرة. لك تكون اشتقت لإسماعيل. أنا ولا أنا مو هاف سيدي، والله مو هاف. خفت؟ بدك تتراجع عن أقوالك صرت هلا؟ خي ليش الجمعة هاي؟
هافو سيدي، هافو عفيف. افريت وريت. الله لا يوفقه يا سيدي، قلت له طريقين ثلاث بالسنة بكفي، ما قبل، راح فتح لي بكل حرامية الطريق، فتح عيون الناس علينا هالقد، الله لا يورثك يا عفيف. يا حرامي، رجع كتاب البلد أشوف رجع. الله لا يوفق، خليك تمسح جوخ للكويت. طولوا بالكم يا جماعة، ما أريد أعمل هيك يا بديع. الله يغضب عليك، كنت اشتريت ب 3000 ليرة غلط بهم. الله يسامحك يا بديع، خليتني ملكة روم المصبات شفي. ليش هيك عملت يا بديع؟ كنت بدي جمع حق سيارة مشان فوت فيها على الحارة. عفيف بدك ما تواخذني ولا تزعل مني؟ خلاص بوسمنا القرعة. عم تبوسني من القرعة مو؟ نزلوا هالشارة مشان قلن.